كل واحد وعلاقته مع البنة، كاين اللي يشوفها طراوة، كاين اللي يشوفها زين وحلاوة، وكاين اللي يتعب باش يلحق ليها. بصح البنة عندها مكونات تاعها، شوية حب، شوية خبرة، وشوكو دادا. كي نختاروهم بعناية رايح نعيشوا لحظات خلينا ننجحوا ونستمتعوا، وكل هذا يبدأ برغبة في البنة. شوكو دادا، سر الذوق والسعادة. هذا عني وحش المحبوب، بالمحبة قلبي مشغوب، يلا كمل المرغوب حتى نسكن جارو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام في هذا الموسم الجديد من قاعدتنا جزائرية. هذا البرنامج الرمضاني اللي راكو تعودتوا عليه منذ 4 سنوات، رانا فرحانين بملقاكم مجددا وبهاد الحلة الجديدة بمواضيع جديدة، فقرات جديدة، ودائما بوجوه جدد. نروحوا بدون إطالة نفتتحوا هذا الموسم الرابع بعد الألحان الموسيقية. تفضلوا معي. قد بشرت بقدومكم ريح الصبا، أهلا بكم يا زائري ومرحبا. نرحب بكم ضيوفنا الكرام مشاهدينا الأعزاء اللي راكوا ولفتوا تتابعونا عبر قناة سميرة تيفي في قاعدتنا جزائرية، هذا البرنامج اللي راهو مرافقنا ومرافقكم كذلك منذ 3 سنوات. حنايا الليلة رانا رايحين نفتتحوا مع بعض هذا الموسم الرابع مع شهر رمضان المعظم، ولذا نقول لكم صحة رمضانكم كامل ليكم، لحبابكم، لأهلكم، وطبعا لكل الأمة الإسلامية. إن شاء الله رايح يكون صيام مقبول للجميع، ونتمنى طبعا ودائما الصحة والسلام. أكيد أنه هذا الشهر الفضيل رايح يطرح البركة في قلوب الناس والسلام كذلك علينا كلنا. احنا هذه الحلة الجديدة اللي جينا بها لراهيم لبسة البرنامج هي تكون خصيصاً لهذا الموسم الرابع مع العديد من الفقرات والمواضيع والوجوه الجديدة. احنا حقيقة طيلة 3 سنوات كنا والفنا أنه يكون معانا البركة تاعنا شيخنا أستاذنا اللي كان دائما يزهينا هذه القاعدة ب يعني نقدر نقولوا معلومات وثقافته العامة، لكن كذلك يعني الشباب، لأنه هو من الناس اللي قعدوا صغار يعني في راسهم، لأنه هو عنده طابع فكاهي، عنده يليكوكان نقدر نقولوها. والبركة تاعنا هذه المرة ما راهوش حاضر معانا لظروف صحية، لكن ما قدرناش نبداو هذا الموسم الرابع بدون حضوره وبلا ما تكون البركة تاعنا والبركة تاعو للبرنامج هو عمي توفيق. كل عام انتم بخير، وهذا العام الرابع وانتم تقولوا لي هجر، ونقول لكم بأي سبب نهجر. وحسن البديع يلمع، يقول لي شمسي والقمر لم تطلعي نطلع. تهجرني يا مليكي من غير زلة، خاف الله افنيت، لا حول ولا قوة إلا بالله. داعوني نمزج من جوفوني، تحت الحاشية يظهر جبين مع الحجم، وسعد السعود وسمي واخ النار. المبسم معقيق حمر عليه سكر دايب، ويسقي المدام من كاسي بالنار فيها بركة. الله صح. صحة. دايما عمي توفيق دايما كانت عندك الكلمة والشعر والبيت في الوقت المناسب مع الموضوع المناسب. حنا نرحبوا بك، وكنا حابين أنه هذه السهرة تكون تكريم سهرة افتتاحية في شهر رمضان هذا الموسم الرابع، تكون سهرة تكريمية لك، وطبعا نتمنى له الشفاء العاجل. دعيوا معنا باش عمي توفيق ان شاء الله يبرى هكذا وتعاود تولي معنا. المسلمين ان شاء الله، جميع المرضى ان شاء الله تعالى، امه محمديه ان شاء الله، وراني نستناك في الطبعه الخامسه ان شاء الله. والله ان شاء الله ان شاء الله. حنا هذا الموسم الرابع جاء بحله جديده بفقرات جديده. مدبيا نرحب طبعا بضيفنا الليله اللي شرفنا بحضوره عبد القادر شحو. مرحبا بك الفنان الجزائري القدير شيخنا. مساء الخير عليكم، صحه رمضانكم وفطوركم
ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله صحه رمضانك وصيام مقبول ان شاء الله. وكما راكم تشوفوا الجلسه راهي مليئه بوجوه جديده. شيخ المحروسه خلاص رانا والفناك يعني خلاص او معانا عمي توفيق ربع سنين. كل حال نقول لكم الصحه فطوركم صحه رمضانكم ونقول لكم هذه قاعده بفضل يعني البركه تاعنا لكن النجاح تاعها كان الا بفضل عمي توفيق. وعمي توفيق ما كانش غير قاعده معه، كانت مدرسة، كان هو السبة في بزاف صوالح في التوعية اللي مشيت في بحث فيهم، وهذا نشكره البركة تاعنا. الحمد لله والحمد لله والحمد لله اللي راهو معنا إن شاء الله، وربي يطول في عمره إن شاء الله في الخير والهنا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله أمين. شيخ المحروسة أنا رايحين نصيبوك في شتى الميادين والمواضيع اللي تخص تقاليدنا وتاريخنا الجزائري، وطبعا سي كمال شرشار الشاعر الجزائري اللي كتب العديد والعديد والعديد من القصيد سواء في الهزل في الجد كذلك لفي كبار الفنانين الجزائريين، رايح دائما تجيب لنا ابيات شعريه انت وكذلك شعراء واحد اخرين في هذا الموسم الرابع في فقه القصيد. مرحبا بك الاخت منال ومرحبا بكل حضور لهنايا. لكن نقول مشاهدينا الاكارم صحه رمضانكم ان شاء الله، وكل الامه الاسلاميه كامل ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله باش نكونوا معاكم طيله شهر رمضان، ونكونوا نعجبوكم ان شاء الله، ونكون الاختيار على القصائد اللي تناسبهم على حساب الاذواق تاع الجمهور كامل ان شاء الله. اكيد ما عندنا ولا شك في هذا. ومسك الختام زميلي مهدي بوبشير ولا مهدي يداس كيما تحبوا، وعلاش يقولوا فوالا اليوم راح نقولوا علاش واش يقولوا على الزعاقه، على حاجه مزعوقه الزعاقه والنعاقه وحشاك الحمار يطل من الطاقه هذه قبيحه هذه قبيحه بديت لنا يعني بقباحه مهدي. حنا نرحبوا بكم الله يسلمك ورمضانك بالصحه ولا لا يسلمك. كما ولفتوا مشاهدينا الكرام دائما الخيامه كاين في قاعدتنا الجزائرية، ودائما الخيامة مع أمين اللي نرحب بك ونقول لك إن شاء الله ياك بخير وصحة رمضانك. الله يسلمك منال، صحة رمضانك، صحة رمضان كامل الضيوف اللي حاضرين معنا في هذه السهرة الرمضانية، خاصة عمي توفيق اللي منور بزاف بزاف القعدة هذه، ونقول لكم كامل صحة فطوركم. الخيامة هذه الخطرة راح تكون يعني بحلة جديدة، والحلة الجديدة هي واشنا؟ راح يكون عندنا كل سهرة طبق، وطبق هذاك يكون فيه لغز، واللغز بطبيعة الحال راح يكون يعني حنفهم اولا وشنو هو اللغز امين. احنا امين دائما ما فينا نشوفوه مع ضياف يكونوا عنده في الخيامه، لكن في هذا الموسم الرابع رايح امين خلينا وحده راهو بوني ثاني معاكم. لا طبعا، لانه هذه السنه قادتنا جزائريه دخلنا فيها مسابقه، دائما امين يحضر لنا طبق، وهذا الطبق رايح يكون على شكل لغز يعرفنا به امين في بدايه السهره. وانتم مشاهدينا الافاضل لازم تتعرفوا على هذا الطبق وتقدروا تشاركوا في مسابقه قادتنا جزائريه، وهذا ببحث الجواب الصحيح على الصفحه الرسميه لقناه سميرة تي في على الفيسبوك. أول جواب صحيح رايح يفوز بخاتم، دوك نوريه لكم الخاتم الجميل، خاتم اللي واسمه خاتم القاعدة اللي رايح يكون مهدى في كل سهرة من سهرتنا، وهذا الخاتم اللي هو كذلك مهدى من طرف مجوهرات الأمين بوشلعلع. دونك نخليكم مع أمين باش يعرفنا بلغز الطبق الأول في هذه السهرة الافتتاحية. إذن ما باش تربحوا خاتم أمين بوشلعلع مالكم غير تركزوا معايا. اللغز الأول يقول غارق في زيت وما يسلكوا منها غير الكسرة، غارق في زيت وما يسلكوا منها غير الكسرة، هذا هو يعني اللغز تاع الطبق الأول اللي حنفتحوا به هذه الليلة تاع رمضان. وحنا يوم بعد بيان سور طيله السهره نحاولوا نتكلموا هكذا مع امين، هكذا نضحكوا له شويه نشوفوا كيفاش كلمه منا ربما يزيد لنا معلومات اخرى على هذا الطبق. طبيعه وما فيش تحليه امين الحال. ما كاش سهره رمضان بدون تحليه. والتحليه تاعنا هاد السنه هاد العام ان شاء الله راح تكون مع شوكو دادا، واخترت اليوم التحليه تاعنا راح تكون جور ان طارت صابلي بروتون، راح يكون فيها كراميل بيغ صالي، راح يكون فيها غاناش بالشوكولا شوكو دادا، راح تكون تحليه خفيفه وملائمه للسهره. يعني الشهر بالشوكولا لازم، هذا الشهر راح يفوتوا غير شوكولا. يعطيك الصحه امين. احنا نعاودوا نقولوا لك فيما بعد ان
شاء الله مرحبا بك. ونتمنوا انه الناس راكم رايحين كلكم تصيبوا وشنو هو الطبق الليله. وما تنساوش تشاركوا في مسابقه قاعدتنا الجزائريه على صفحه الفيسبوك لقناه سميره تيفي. احنا رانا رايحين نعلنوا على اسم الفائزه او الفائز غدا في قاعده الغد، لكن انتم ما تقدروا تقراوا الاسم يعني خلال هذه السهره. نعاود نولي لضيوفي الكرام الليله، وما اجمل اننا نفتتح هذه السهره الرمضانيه الاولى في هذا الموسم الرابع على ابيات شعريه. دوك نجي مباشره عندك سي كمال شرشار، لو كان تتفضل ببعض من الشعر. اول يوم تاع رمضان ان شاء الله نبداوه بالجزائر. احنا ماذا بينا نخليو الناس تقعد في الجزائر وما تقعد هنايا وتجوز رمضان هنايا، لانك رمضان في المهجر ماشي سهل. نهواك ونحب اللي يهواك، ونحب كل كائن عايش بهواك. نهواك ونحب اللي يهواك، ونحب كل كائن عايش بهواك. محلاك يا الجزائر محلاك، محلا ترابك وبحرك وسماك. كيفاش نمشي للغربة وننساك؟ كيفاش نمشي ونخلي الأميمة؟ فراقك يا يما شحال صعيب. نخلي ولاد حومتي في العاصمة ونعيش في بلدان الناس غريب. غرامك في قلبي ساكن ديما، واللي يحب بلادو ماهوش يعيب. الهربة عادت حكاية قديمة، يا الماشي للغربة واش داك. نهواك ونحب اللي يهواك، ونحب كل كائن عايش بهواك. كيفاش نخلي سهرة رمضان؟ كيفاش نخلي صبيحة العيد؟ حبابنا وصحابنا والجيران، المغافرة في كل موسم جديد. قعدات على الآلة والميزان، والشيخ يصيح بتحايف القصيد. والبنة كي تسمع الآذان وتصلي في الجامع اللي حداك. نهواك ونحب اللي يهواك، ونحب كل كائن عايش بهواك. محلاك يا الجزائر محلاك، محلا ترابك وبحرك وسماك. كيفاش نمشي للغربة وننساك؟ المعيشة فيك حلوة وبنينة، والهدرة عليك تهيج العقول. النسمة وشميسة فيك حنينة، وماك صافي طاهر ومعسول. بالدرام أصلا نبتت وسط الجنينة، حتى شي فيها ما هو مضغول. نطلب ربي إن شاء الله يهنينا ويهني جميع اللي عايش بهواك. نهواك ونحب اللي يهواك، ونحب كل كائن عايش بهواك. محلاك يا الجزائر محلاك، محلا ترابك وبحرك وسماك. كيفاش نمشي للغربة وننساك؟ كيفاش نخلي وليدات الحمري وسيدي الهواري في وهران؟ كيفاش نخلي الحوازة يعرفوا قدري، وسيدي بومدين في تلمسان؟ مع وليدات قسنطينة نجري، وليدات عنابة قدر روشان. أهل الصحراء نهواهم من بكري، يا الماشي للغربة واش داك. نهواك ونحب اللي يهواك، ونحب كل كائن عايش بهواك. محلاك يا الجزائر محلاك، محلا ترابك وبحرك وسماك. كيفاش نمشي للغربة وننساك؟ وربي يحنن القلوب ان شاء الله، ونجوزو رمضان في الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحة. والويلة يا حرايب والويلة. صحة. وش رايك عمي توفيق؟ ما شاء الله ما شاء الله. الله يسلمك عمي توفيق. الله يبارك. الله يسلمك. مليح. هذا يعني قال شعر حر تاعنا، ماشي عربية فصحى ولا عربية. شعر شعبي تاعنا احنا. ما شاء الله. الله يسلمك عمي توفيق. الدوام يتقب بالرخام. صح. يفو بيرسيستي. كاينه. يفو با ساتور هذاك يعطيك اون كومبونساسيون ولا يعطيك دا ولا هذاك
خاطر ليغويزم سايكزيز دوبي ملك حاجة تاع نفسك صح قولها الإنسان احنا توحشنا كذلك كلماتك عمي الحاج الله يسلمك الله يسلمك ما عندكش هكذا بيت باش تجاوبوا به يعني قال نجاوبوا قال نعطيك ربيعيات ماني من الضر نشتكي وماني من الجرح عادم لكن نشتكي لربي هو بالقلب عالم الله يعني ربيعيات تاع عقدي ولي سيدي كثر الشكوى لغير الله ما دلة ما دلة صح صح مادام كان يتكلم على انسان عايش في الغربه انا اقول له واحد البيت وهي اغنيه معروفه على كل حال يقول في وسط الجزائر ورده مرشوقه يا مزينها بلاد بلاد سيدي عبد الرحمن مفراقك أراه عقله ديما حيران يا جزائر يا جزائر يا أميرة البلدان هذا إنسان يعيش في الغربة ويتوحش مدينة الجزائر وكل شيء يعطيك الصحة مالا نجي لعندك الشيخ إيش قصيد أو بعتها لك ليك عيطي له شاعو يحبش ما يحبش الشيخ بصح ما نقدرش نعيط له شاعو المهدي والله غير يعني سوي تري كونتون يعني اللي تلاقيت به صافي دي زاني ونسمعوا ليميسيون تاعو جامي يعني تروح ما تراتيهاش ما نعطيهاش باسكو فيها الضحايا كفاية نعطيه الصحة الله يموتش باسكو انتم ماني كل عام نشوفكم وهو ما انا جبناه لك طريب الله يسلمك رانا جبناه لك هذا العام الله يسلمك دونك خلاص ما نسمعوا ملا ابيات ومن بعد ها واش غيرت لنا نار الورقات في قلبي مالو بطع عليا راحت الارواح محمد شريف العار هذه مليحه يعني مدح على بنادم يبدا ديما بحاجه مدح ولا رمضان فوالا ان شاء الله مالا نخلوك توجدها اقعد معنا احنا نروحوا الان مباشره عند الشيخ المحروسه باش نتعرفوا على موضوع الليله باش حبيت تفتح لنا هذه السهره الموسم الرابع حبيت نتكلم على التحضيرات تاع شهر رمضان بثلاث شهور في زمان العثماني في وقت اللي كان فيه الاغا او الباشا او الداي مدينة رمضان كان الداي يأمر أن الأبواب تاعها في الشهور الدينية ولا في الأعياد الدينية لا تغلق باب سيدي رمضان باب جديد باب عزون باب تزيرة باب البحر وباب الواد كل المساجد يصبغوها ويزينوها حتى المنارات تاعها وفي الداخل يعودوا المرافع يعودوا يجيبوا حتى المصاحف هذا المسجد اللي يعودوا كاع يعني كما قلوا ثلاث شهور من قبل يروحوا يديروا لا كوموندا من عند الحصارين لان زمان ما كانش كاين لو طابي يصلوا الصلوات فوق الحصاير وحتى القنادل يعني الناس اللي يديروا القنادل لي زارتيزون يخدموا القنادل اللي يعاودوا القنادل تاع هذاك وحتى السده كلش وحتى في هذاك الوقت كان الداي يامر البايات تاع تيتري مديه ومليانه وحتى قسنطينه انهم يجيبوا الضرائب تاعهم وكل الخيرات قبل شهر رمضان بثلاث شهور باش كل السكان والتجار يقدروا يمشيوا لها واما النساء ولا العائلات كانوا يجيروا انا نشفى في العهد تاعي ويعني يعاودوا يجيروا كلش كل شيء اللي بيض نجيبوه نروحوا نجيبوه مخارج يعني كانوا نجيبوه من باب علي الجير حجره ونحطوه في الباسينه ويما كانت تقول لي بالماء ونعفسوا عليه بالحطبه نردموا كلش وباش نصبغوا ما عندناش الرولو بالمصلحه عندنا مصلحه ويعرف يتبدلوا المصلحه كاع ويما راه هاليك خطره طاحت في وجهي هاي طاحت على صدري نولي كيما قال بانت كل شباب يعطيو لهم حتى في الحي تاعهم في الزريبه في الدريبه في الزنقه في الدرب يعاونوا ويعاودوا لها اما النساء كلهم يخرجوا باش يشرو التاويل وبعض منهم لا كانت نساء النساء اللي عندهم الذكاء والراجلها قيس قيس يخدم في الترسانه في البور بحري ولا كذا ما يكفيش انها في العام كامل كانت ترفد فنجان من كل حاجه وتخبي في السده لما يجي شهر رمضان تهنيه من المصروف القهوه يصيب كما قالوا العوله خبوها فلقى عليه غير اللحم بابا سيدونا نشفالو يهبط بالقفه تاع هذيك الخسرانه صباح يجوز الوقت وكي يجي طالع في العقبه تاع الشيطان يقعد كيما العوينه تاع عقبه الشيطان ما غير الحق يطرق الباب يقول خداوج تفتح الباب وحنا بعد تفوفين صحين يمشي قباله صح حنا دراري صغار نروحوا له قباله لسرير القبه وتجي جده ماماني تحط له الكافتيه هذيك بالماء الملح تاع براق عينه وتوسلو حتى يوسد عينيه
كيبو جغللو يرقد هكذا كيبو جغللو يرقد هكذا يرقد كيبدا تماصيلو في رجليه يعني كيبو جاي يتوسد هكذا ويرحب حتى قريب يعني صلاة الظهر ينوض وتحطوا له وحنا يجيبنا ديك الحلوه ويعرفها عبد القادر وكاع حولوا تلبلابي دراري صغار الحميصه هذيك فاروج كذا داروا جدو كذا ومن بعد هذيك يعني مع العشيه نتلموا كاع هذيك القهوه بعد ما تشاو هو يشعل المذياع تاعو يسمع حاج مريزاق ولا حاج محمد يدندن وتجيب له هذيك القهوه مماني عاقده وثقيله حتى القرلو يدير قابقه باش يقطعها يشربها بيان بعدك يروح لان صلاه هذو كامل بدا تكتب تاع وعلاش يقولوا وعلاش يقولوا وعلاش يقولوا لان صلاه لان بديت لان صلاه الفرج تقيم في جامعه القصبه القديمه سيدي رمضان وصلاه تاع وتكسروا المغرب بعد ما يضرب المدفع الجزائر يديروها في جامع الكبير يجود حتى قريب العشاء ويعاودوا لي ورمضان كانوا يديروا العنبر شمو معين الربوط عين الربوطة ويعرفها عمي توفيق اللي تعلمنا عليه بزاف صوالح هي شامانوف و 27 يام تران كي دخلت فرنسا شامانوف كانت سمتها 27 يام تران خاطر يعني دارت تاكانا لا لي مانوف لي مانوف ميليتير لي شون دو لو شون مانوف كان دايرها لارسونال صح تاع الجيش فوالا يعني الجزائر كيفاش كانت تواد تافورة سوق الفولاي تصيب من كلش الحمام الجاج الكبراك الكدا اللي يبيعوا صباح تماك على 12 يرفدوا ما كاش كدا خلاص ما يعني قال الجزائر كانت يعني بيان ستركتوريه كان نظام كدا ولي قال كدا واش حنا يعني يقول لك العثمانيين جاوا استعمرونا ما جاوا لا استعمرونا لا ولاو جاوا حررونا من اسبانيول بعتوا هذا خير الدين وكذا يسون قط فرار بعتوهم يعني كذا الجزائر كذا اللي يحرروا يعني برباروز قعدوا 313 وي سوا 313 313 كذا ولي هنا ونهار اللي جاوا رايحين تسمى سيتي لا ديبونداد اللي جاني سار هادو يعني قال لي كانوا جابوا قتلوا والديهم كيقولوا ان جاني سار تسمى اللي قتلوا له باباه ويماه وكذا الالباني كذا كذا رباوه في التكنات سي لا ليجيون رباوه صح رباوه كون طونك ليجيون ليجيونير ومن بعد كاين لي كورغلي لي كولوغلي يعني كلمه بالتركيه كور سي ليسكلاف افرونشي يعني لا اوبتي بور الاسلام يسميوه كورغلي نهار يا يوان بولفرسمون تاعك تحبوا ما نكثرش انا تسمى حبوا يقلبوا الحكم على العثمانيين هاد لي جانيسار ماشي لي كولغلي خاطر لي كولغلي سي سون كروازي مع لي زوتوكتون لي كولغلي ناسبوا ناس الحضاره تاع البلاد هادي ناسبوا اللي كانت عنده طفله وكذا ولي زوجوه معاها يعني كدا مع هذا دمجوا في الزام ولات كدا دوق حنا الجزائر النص الكبير على حساب لي فونكسيون كي زوكوبي على الانستيتو ميليتير قال باش ترزي الترزي هو سي لو متر طايور تاع لابيمون كان يخدم لابي خاطر هما لابيمون تاعهم اللي طورني دو برودري باش طبجي توبو بالتركيه توب هي المدفع باش يعني لو متر كانوني عنده 12 كانون لا هو يقول ارمي يقولوا باش طبتي ماشي كيما طبتي ومن بعد يعني قال انا مثلو خزناجي مساء الخير يعني قال وين يخلصوا الغرامه عندك الدامرجي اون بلان كومبا وكذا ولي كي تبليسه واحد وكذا ويزقي البرونكاردي اللي يرفض البليسي يزقيو له دامرجي قالوا نعم بليسي هذه بالتركية هذه كلمة دامرجي يعني شو دروق في مصر في المسلسلات وكذا الانفيرمية وكذا يقول له تعال عليك بالدامرجي هما ما يهضروش تاع يقول له الدامرجي راك تشوف راك مازالك تشوف شو اللي لا يعني قال
يعني ترجع هذه ترى ما نشدكمش انا مونوبولي. لا لا انا اللي فرحانه كاني قاعد قدامي يعني تحكينا من كل كدا ولا ليميتي اللي جابوهم تسمى كدا ولي بالالوف تاع الصنايع يعني سيدي ميتي اللي دوق راحوا. نقول لك دروقا انا مثلو تسمع كلمه حلاتشي كلمه تركيه حلاتشكيه فرنسا كي دخلت انا صابت لي طانور لي طانور هذوك يخدموا يخدموا تسمى لا طانور يخدموا ماشي لي طانور اللي يخدموا يعني قال السيكان ويخدموا كذا واش يسموها هما فرنسي كي دخلوا لهنا يقول لك لا ماروكينري كذا قبل ما ليكزيستي با لا ماروكينري كي جيتوا انتوما رجعت هذه الصنعه الماروكينري هي حلاتشي بالتركية يعني الصنعة هذه حلاتشي يعني قال كدا اللي يخدموها وكاين الألوف أنا نقولوا تاع الصنايع تاع كدا وليه وين راحوا مع ماليهم وكاين يعني قال لاركولينار لار كدا يعني ألوف الحاجات وكدا وليه قال عمي محمد بوقندورة يغني واحد القصيدة على المواكل بسم الله حط الميدة وخبز السميد مع الزبدة ويبدا يذكر يبدا يقول لك المشرمل والمخلل والمخلل وكذا والدواره وكذا كامل طيابات تاع الجزائر يجبدهم العاصمه كامل يقولهم يعني كاين شي طيابات اللي الصغارات هادو ما يعرفوهمش وكذا قال المدربل وهادي كذا انا مثلو يعني كل واحد كيفاش كذا البرانيه وكان يقول لك البرانيه تقولوا برانية ولا برانية؟ هي كون نرجعوا للأصل أصل البرانية دخلت البرانية دخلت برانية مش البلاد. برانية برانية ليتخونجيغ هي مدربل علاش يدربلوها؟ تسمى كيحط هذوك الفليكات تاع اسمه بدنجان يدربلهم بان كيس كذا ماشي يبسوا يتحمروا يتعكروا يتحرحوا صح يجيو مدربلين هكذا مدربلين على يقول لك حتى العباره حتى لا انا قلت لك كيما مهدي يقول حتى واحد العباره كينسى تطلق روحه ويقولوا انت راك مدربل 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 خاطر شويه ينطلق اللي يدين ولا كذا ويطلق روحه كذا ولا يقولوا له هاك مدربل هاك مدربل الحوايج مدربل الحوايج مدربل روحك حدد روحك ماشي كيما شيخ المحروسه ماشي كاع مدربل الشيخ المحروسه محدد هذا العام انا على بالي هذا الموسم وسيت كوليكسيون جديده تاع الحوايج ان شاء الله هذا بفضل الله على كل حال وجميل انه يكون لي مستقل كل ما قال ما قام مادام في قعده الله الله وعمي يعني توفيق حاضر وكاع الوجوه النيره اللي حنا يحضروا معنا طول شهر رمضان لازم يعني ليماج دو لا مارك على التلفزيون جميل جميل وحضوركم كامل منور هذه القعده وخاصه الليله اني فرحانه بزاف بحضور عمي توفيق البركه تاعنا وكذلك حتى فناننا عبد القادر الشاعو نخليك تروح ترافق الجوق الموسيقي باش نستمتعوا بحاجه كلاها العام اللي فات وقعدت في قلبه وقال له عمي توفيق واستحى باش يقول لكم طيبوها له وشنو هي ولا غير ناس قولي عمي توفيق يقول وشنو واش كان حاب ياكل مشفوف بالتيكولا هذه عمي توفيق هذا اخ دايم امين كي قال لي قعد هنا وهو هو تلاح حسب له تيكولا حاجه اخرى حاجه نهار اللي دار في فمه صباه تيكولا هذا طعم بالتيكولا امين اللي في الخيمه شوف واسنا واسنا مسفوف بكلش واسا مس واسا بالفخاخ بالرمان بالنجاس بالتشينا بحلوه الترك بالواسمو الحلو الحلوه هذيك الزنانه كاع 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 لي فكوي هذا كاع يمشي لا لا هذا العام تعرف عبد القادر باش يديروه طعم بخروب بلادي بالخروب ثاني عباك شكون يا تشيكي ولا تشيكي ولا العرب الخروب ايوا كنت كليت انت من قبل طعام هكذا مسفوف باش بالتيكولا بكلش المسفوف ولا بالمرقة والخضرات تاعنا هذا المسفوف باش تحبوا فول جلبانة وي لي دو بالجلبانة والجلبانة هذا هذوك العشية هذه هي هذه امين خلاص كانت جاتو بنسيتي دي مودي عبد القادر دوق دوق لا لكن كان بنين يعني نقول وشهادة لا تاي على يتشرع غير دوق ماشي دوق باسكو على بالك اللاتاي لا لا لاتاي نشف يعطيك افون دو على بها قلت له قبل ما تغني هو مول الصنعه انا حاضر في الفرصه ما عرفت
صندوق وغير في رمضان. وعلى بها صوتك ما بوجهش قاعده هكذاك يعني منذ سنوات وسنوات. من فضلكم تحيه لفنانة وخلوك تلتحق بالفرقه الموسيقيه. تفضل فنانة عبد القادر الشاعون اللي شرفنا بحضوره الليله. تفضل. وإحنا يا مشاهدينا الكرام نشكر فقيه القصيد لهذه السهرة الافتتاحية الشاعر كمال شرشار. كما قلت لكم في البداية رايحين يكونوا عندنا العديد من الشعراء اللي رايحين يتداولوا في هذا الموسم الرابع. إحنا نشكرك سي كمال شرشار لحضورك الليلة. يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة ومشكورين وكل قناة سميرة على الاستضافة هذه. إن شاء الله شكرا وصحة لك. وصحة سحوركم. صحة سحورك، صحة سحورك. نتلاقاو إن شاء الله في سهرة أخرى. وأنتم مشاهدينا الكرام لا نزال مع بعض في قاعدتنا جزائرية ولنستمتع ولنستمع بقصيد مدح اللي رايح يقدمه لنا الفنان عبد القادر شعو. صلى الله عليك كل مساء وصباح والسلام عليك من الرحيم الرحماني. يا محمد حبيب مولانا الفتاح لما صلى عليك عكس الإيمان. صلى الله عليك يا أحمد طيب الأرواح. صلى الله عليك يا أحمد طيب الأرواح يا مولى التاج واللواء والفرقة نار الهوى رقات في قلبي نار الهوى رقات في قلبي نار الهوى رقات في قلبي الوجد ساد ليها كم الحلاوة شعلت شعيل وقوى لهبي كل جهه بول السبع رياضة محبوب خاطري يا سيدي مالو بطع ليا راحت الارواح محمد الشريف العربي هو في قلبي شعلت وقوى لهيبها فيك بادي هب رياحها وانضربت من كل جهيتي صادي الشوق والغرام يتبت والبين والفراق ينادي
والجود قالك ما بتسكت نادي على هلاك كنادي الحب جاب سيف وحربي جرح سميم صدري حشاية جرافه واللي كتمت في الهوى حبي دموع العيون طلحوا لساني بابح كيفاش نواسي يا سيدي مالو بقى عليا راحت للرواح محبوب خاطري يا سيدي دموع العيون بيهن برد عند البكا محاور كبدي حقلي إذا نتنرد من شوق الحبيب وقوى وجديد روحي وخاطري ما نجحك عند العزيز وبطا وعدي لزيارة بات موجد طول الدجا ما جاد عندي ما بان ما ظهر يا عجبي در البذور وراحت للروالة نوريه قلت كل مخبي نوريه قلت كل مخبي نعيد الوقرا يحقلبي يا صباح محبوب خاطري يا سيدي ملو بطعلي يا راحت للروالة محمد الشريف العربي لو جا نعيد ليه سرابي ونحد توحدي تنية نجلسوا في غرفة داري ونقابلوا العزيز علي لقضيت في هواه طاري نقطع في جوج كل ثنية زيارة نصبح سريع قبل دجا مع الصفية نمشي نزور طه العربي نمشي نزور طه العربي لو صبت النار تحليه بغير جناب بعد البعد يضحى ضربي شوف رذ ثوب البدر مضاربة محبوب خاطري يا سيدي ملو بطع لي يا راحت الارواح محمد الشريف العربي دريه من نهويت وشايق لو صبت كل عام نزور حدته بما هو لايق ونسيت نكتبس بنوره سنو عد المحاسن فايق بكمال صرت وبدوره هو حق أمر يذايق من صاب مركبي في بحور الصبح عد الفجوج ونهبي الصبح عد الفجوج ونهبي الريح في القلوع مصفاه من قال شي يحب يعب الله كريم لا يتسمى مش حاله حبوب خاطري يا سيدي ملو بطعني يا راح ضحوها
بدات من الخدمه وجميع من تبع شيلات الجود والعقل والحكمه والكابوس سر كلتو والهمة قفر بيب بعد وصار رضوتو دوايا وطبك رضوتو دوايا وطبك تلقى في كل مسيرة فراح نادي علينا وصف لا نلف العشق دليل وجاح عقوب خاطري يا سيد مالو قطع لي يا راح الارواح خاطري يا سيدي عاشق مجدد عاشق مجدد عاشق يا من لالو تالي يا مولى القطر يا من لالو تالي يا مولى القطر عافاكم الله من جديد مع بعض بعد هذا المديح هذا القصيد اللي قدمه لنا شيخنا عبد القادر شعوي يحتك الصحة الله يسلمك رفدة شابة إيه لازم نبداو بالمدح على هذا رمضان وهذا وبليجي سيدنا رمضان لازم نبداو بالمدح وإحنا مازالك قاعد معنا وتزيد زهينا بصوتك قبل نهاية القصة إن شاء الله ان شاء الله احنا مشاهدينا نرحب بزهية خطيب مرحبا بك زهية زهية بنت عمي توفيق راهي كذلك حاضرة معنا الليله في هذا التكريم لعمي توفيق مرحبا بك زهية وصحة رمضان يسلمك يعطيكم الصحة على الانفيتاسيون هذه راني فرحانة اليوم كي جيت مع الاب تاعي باش نعاونوا نقدر نعطيكم بالك شوية من وش مداري يعطيكم هو حنا رانا رايحين نتكلموا على كل هذا فيما بعد قبل ما نوصلوا الحوار انا نعاود نروح عند مهدي مهدي قلنا لكم انه هذه السنه راهو جانا لكن دائما بمواضيع وفي بدايه الحصه قلت لنا نتكلموا على الزعاقه والنعاقه هذيك باش يرهبوا باش يخوفوا العواتق سورتو ونسى باش ما يطلوش بالطاقه دوك يمثلوا المرأة ولا العاتق اللي تطل وتزيد تهضر وتزيد تعيط بالمزعوقة ايه هي ما ماشي مزعوقة ماشي مزعوقة يقول لك الزعاقة وتزيد نعاقة نعاقة حبي يقول حلوق حاشك الحمار وتزيد تطل من التاقة اوه ها صافي بوكو بزاف هذه دوك كانوا برك يرهبوهم باش ما يقطعوا عليهم الطلان باش ما هذا ما كان باش ما يطلوش هذا ما هذه هي واحد ما كان يطلع عمي توفيق بكريم الطاقه يعني نسى نسى راني نقول نسى ما كانش عيب يطلوا دايوغ ما كانش عندهم بزاف تويقات على الزنقه على كل حاجه الاكستيريور قلال فوالا يعني قال هما تواقي يعني قال الكبار وكذا ولي سراجم فوالا سراجم في البالكون فوالا يعني سيدي قدور بن حمد الزرغوني يقول اي والله يا عذره محضره طلت من سرجم صح هكذا عبد القادر انا يا في حماك يا ولفي مريم انا يا في حم بصح هي طلت هذه طلت هو هو او يقول طلت يعني او شافها هو طل جاب عليها المنظوم كامل اي والله يا عذره محضره طلت من سرجم بالك زمان كانوا يطلوا من السطوح حتى في العراس بكري كي انا هدرنا على السطح ومعاك دوك نذكروا الالي كانوا نسيط المريد والالي كانت ديفا موراك بليزر بليزر مهدي شنو هذا
راك عليا زعاقه ونعاقه وطلب الدقه. والله غير خرجت عليك. انا توصلك صوتي صوت الغزال، انا ماشي صوت الحمار، راني جايتك دوك الحلوق. على جال هاد الناس اللي ما كانش يطلبوا بكري. صحيح اكيد شتي رانا مخلوعين. انا مخلوعين، طمت علينا الغاشي. ما يليقش درك، ما كانش هادي خلاص. ايه ما كانش. حيب فيني دوكا ما يطلوا متواقي كبار. يطلبوا خلاص. صح. هادي طبعا دروخ سون روتوني ماشي جيلنا ولا جيل زمان. على كل الجيل يقول بنا مسايب يقول في 30 عام تولي 33 يتبدل الجيل، يجي جيل واحد اخر. صح. الجيل هو سيت اون جينيراسيون، وهذيك لا جينيراسيون ما تفهمش على لا نوفيل جينيراسيون، عمرهم ما يتفاهم. هذه اللي كانت تطلب جيلنا ولا جيل زمان. صح. هكذا يقول هكذا كان عمي. هكذا يقولوا في جيلنا ولا جيل زمان. صافي جات عمي توفيق. عمي توفيق مرحبا بك. اهلا بك. مرحبا. لاباس؟ لاباس بخير. بخير. هذيك جابت لنا الحكايه تاع على الجار. سما قال يديروا هذا كتا يقولوا على الجار. بالصح. يقول لها بابا ها ديري العجار دي على الجار. ديري على الجار. على الجار حب يقول الجار ما يقي خزرها ما يعرف شكون. صح يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. راهي جات خليني نرحب بك قبل. شهد عليا. استنى خليني. شهد عليا شفت شحال وانا ملي عندي وانا نجيب الحكايات. مرحبا بك. بك وهلا. يعيشك. مرحبا بك. نرحبوا بأمينة. أمينة راهي معنا في هذا الموسم الرابع كذلك. أمينة بشخصية يعني لو بيرسوناج اللي نعرفه كامل واللي نحبوه واللي يحبوه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي يمنى. أولا وعلاش يمنى؟ الوغ يمنى جو مي سوي انسبيري من الكبيره المعلمه يمنى اللي كانت ليكول تاع فضيله الدزيريه مريم فكاي وكامل يعني مدرسه الاغنيه الاندلسيه والشعبيه اللي كانت دزيريه وكانت معروفه باللي كانت مراه بطباع وعندها وقفه ويحكوا بليك سيتي لا بروميير فوا ملي كسبت كروسه دونك كان عندها المال والجاه والصوت والحطه دونك قلت علاش لا وزيد بزياده يمنى سي اوريجينال ما تلقيهاش موقع التواصل الاجتماعي امينه كاين بزاف مي يمنى كاينه وحده وجدها المهدي يمنى بنت الحاج المهدي بنت الحاج المهدي حيت هي عمي توفيق اقسم بالله كنت حنقولها لها تبع بنت الحاج المهدي يعطيك الصحه عمي توفيق وقولوا لي يمنى تهلي العثماني روفي بالمعشوق شرع الله تعرف كي يغنوا عليها حفظتهم ولا حفظ علي اللي يغنوا عليك الوغ يمنى اليوم جيت يعني ما كحتى موضوع الليله لانه احنا نقول لكم انه في هذا الموسم الرابع دائما في كل سهره من سهراتنا يمنى تعالج موضوع كما راكو عرفتوها والفتوها موضوع اجتماعي دائما اكي مخيره شويه المواضيع هكذا انا موجدتهم راحت عليك مهدي وجدي راحت منال وعلاش واش ما انا حنجيب لها عرضه كل يوم انا حنجيب لك واحد الخبارات على زبيده تاع لا غو ميشلي نو انا نقول لك حتشبع عليها خبارات انا ما حتموت هي ان شاء الله في رمضان كل خطره تمرض خطره بنتها تسويسيدي خطره تموت ما تشوفيش غير مهدي او عندك شعور هو مخلوق او عندك عمي توفيق واسيهم معاك تعرفيني صوتي شيخ المحروسه في الغيبيه صافي وانا دوك نعم قلت لك حتى سقسيتو المهدي قال لي اي واسينا مولات العرس لي سكتش سي سا يعطيك الصحه شوفي زعما دوك انت مولات العرس ايه وعبد القادر شاعو كان رايح هو يجي رايح هو يجي يخدم العرس والحق بصح اون غوتاغ. يا اختي مرحبا به معليش معليش انا حصلتها في اختي. تقدر تلعب هي. ايه. ها وقال لك ايه ما تزعفش. انا حصلتها في اختي معليش معليش جوز مرحبا بك ولا غير ما فيها والو جوز للصاله نساو يسناو وقول لهم يديروا خمارات ولا ما عندك حاجه. لا ما عندنا حاجه. نورمال. دوك يطلوا كاع متواقي. لا لا بوش متواقي خلاص دوكا شو عبك انا في السطح حتى ثاني انا في الصاله رانا في القصبه زعما ها رانا في القصبه لا لا القصبه انا ندير في الصاله الله يهضروا عليا الناس لا 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 ما نال ايوا دوك الطابلات العزاز ديك لي مونشون ديك الحلوى تحب يهضروا فيا عبك انا جبت غير اللي يستشفاو جبت غير عدياني عرفتهم بخوميييغ طابل لا نسابي حطيتهم على الاخر ما عندي حاجه فيهم حسب لك حسب لك غالي حسب لك غالي اون نيغوسي شحال حسب لك العرس اي بوسي كونفيدونسيال خلاص لا لا ماشي بيناتنا تقتل تهضر على حساب الغاشي لا لا عطيت له زوج بايط تاع لي طابلي قال لي معليش هي خلصت لي ميزيسيان وانا باطل فوالا بالكاطو خداهم كاع حلوه بو موت على لي صابلي مضروب عليهم
ايه قلت جاب بطاطا داها بصحتك حصلتها في سيرفيس قلت لهم سحروني مانيش نورمال. احنا نروحوا الان مباشره عندك امين يدرا، وين لحقت مع الاطباق تاع الليله؟ قلنا دائما في اخر السهره دائما نزيدوا المشاهدين تاعنا نزيدوا لهم ديزانديس هكا باش يعرفوا البلا. اليوم في الطبق تاعنا اللي قلنا غارق في الزيت وما تسلكوه غير الكسره، ديزانديس تاعو اللي هي زيت قبايل الحار والطماطيش. وشنو هو اللغز الاول؟ عاود تقوله لنا بالعقل. اللغز يقول غارق في الزيت وما تسلكوه غير الكسره. غارق في الزيت وما تسلكوه غير الكسره. حميس. وفيه طماطيش. زيت زيتون والحار. احنا بديناكم فريمون هذه السهره الاولى راهي كما يقولوا سهله مهله. وعلاش يقولوا سهله مهله؟ المره الجايه نقول لك شنو مهله. بس انت بالوحده نحت قبل عند عمي توفيق وعرضني قال لي اجي للدار نجرد ونعاود نجي نجيب لك الخبار. عندك الزهر نجي معاك. معليش نجي معاك نشد برك الكاي نشد لك الكرطاب. قال لي اروح وحدك ما قاليش جيب لي كرطاب. لا عمي توفيق لا عمي توفيق يحبني. لا عمي توفيق فونتون دي سهله حب يقول حاجه فاسيل ومهله بالمهل. مهله بالمهل يعني فو باس بريسيبيتي خاطر يروح ديدويون نيرو. فوالا فينالمون ما نسحقوش بالقوريه فاسيل ماسيل. أسيل ماسي. أن توكا نعاود نذكركم بمسابقة الليلة، إلا حبيتوا تربحوا هذا الخاتم خاتم القهدة المهدى من طرف مجوهرات الأمين بوشلالة، ما عليكم إلا بإرسال الجواب الصحيح على صفحة الفيسبوك لقناة سميرة تي في. أول جواب صحيح رايح يفوز بهذا الخاتم الجميل. وماشي خويتم، خاتم. غارق. هذا غارق في الزيت غير الفلفل. يعوم. خلاص ما نزيدو لهمش عمي توفيق. ما نزيدو له او زاد لكم ان ثوازيام انديس عمي توفيق اليوم. فيه الفلفل. حنا هذا الموسم الرابع قلنا لكم انه كاين العديد من المفاجآت والفقرات الجديدة، وفي هذه السهرة راكم رايحين تتعرفوا على مشاهد مسرحية راح نفتتحوها في هذه الليلة مع فرقة من ممثلين مسرحيين رائعين. نخلوكم مع المشهد المسرحي الأول لهذا الموسم. مازالني على ديداني مازال 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 لي بخير علي. صباح الخير والربح جارتي العزيزة. نهار كامل هما يوقبوا على الجيران. صباح الخير جارتي العزيزة. صباح الخير. واش واقي لكي مسافرة؟ لا يا عزيزتي، أنا رايحة للحمام ندير دورة صغيرة على خاطر الطبيبة قالت لي لازم تتنظفي كل يوم من الغمالة تاع الحومة. إيه عندها الحق. بزوج كاسات ويا ربي. الله غالب، الحومة مدودة وكاين شي ناس لازم يتنظفوا في اللافاج نتاع الكرارس. بنقي نقي. حقا، واش حكاية راجلك ولقفف هاد اليامات؟ واش ملقفف؟ ايه ردي بالك وعسي مولا بيتك لا يعود الماء يمشي عند رجليك وانتي لا اخبار. نورا، هنا راكي دخلتي لي في داري وخشان اللعب. هيا ازرعي ينبت تشوفي. هيا انا خاطيني راكي رايحه للحمام وتم يحكيو لك قال لك من غير مرتو مزوج بزوج في السر ورايح جاي عليهم كيتلي في ريك. يا نورا حبيتي تشككيني في راجلي؟ ها تشككيني في راجلي؟ هذه هي ما كاش نار بلا دخان يا لالا وما تعياي تعرفي الحقيقه ويبان السر. واش من السر هاكي انا لوليا راكي حابه طريحه انت يا لوليا راكي حابه طريحه يا لوليا يما يهدف فيا انا لوليا راح تزوج عليا. لا وبالك كلامها صح؟ ها وبالك كلامها صح زعما يكون تزوج عليا؟ لا اليوم ماشي تاع حمام يخداوج، اليوم تاع عصا ومراقبه. اليوم لازم نحكمو متلبس. هيا الدار خداوج للدار. هاكي يعطيك الصحه. حبس كيما راك الدور
طيحتك في الشبكة. بسم الله الرحمن الرحيم، منين خرجتي انتي؟ راكي تعسي فيا ولا كيف؟ لا لا، الحومة هي اللي تعس فيك، وسيرتك راهي على كل لسان. قلت لك شحال من خطرة ما تزيدش تسمعين للناس، البنادم يقيس قبل ما يقيس. يا مرا الحرم حرمات يا مرا. الحرمة؟ قال لك الحرمة؟ كاش ما خليت فيها حرمة وانت طالع هبط بالقفار كالتليفيريك. أنا؟ إيه أنا، كي قالوا لي ما صدقتش، بصح كي شافوها عويناتي نخلي لي ما على بالوش يعرف كل شيء. وانا عمري ما شفت مرة تبادل راجلها قدام الناس. وانا عمري ما شفت راجل عنده عام زواج يثني ويثلث والرابعة ماشي بالعاني. ما ماكش فاهمة الحكاية. سكتي انت يا سكتي، حسابك من بعد انت ما تفهمها. اروح عندي يا فهمني درك. فهمني واش عجبك فيها. ها صحيح القد تبان خنفوسة قدامي. خنفوسة؟ ايه. والصوت كنت تقول لي انت البلبل ديالي. مازاكي البلبل تاعي. والدراهم الدراهم رضيت بيك وانت ماشي لاباس بيك، انا اللي لاباس بيا. ما كي تبادلي فيها. لا لا راني نفكر فيك، هذا ما كان. صح صح، انا انسان زوالي بصح لي زوم. يا مرا راجلك فحل. يا مرا تسكتي ولا ما تسكتيش انت؟ انت اللي لازم تسمعي لي، انا مرا مزوجه. داك تبهدل. ها يا خوه خليها تهضر. خليني نكمل. قلت لك انا مرا مزوجه وراجلي كان يخدم ماسون ودار اكسيدون، وهذا شهر انا ولادي الا فطرنا ما نتعشاوش، وراجلك كيسمع بحكايتنا ولا يجيب لي القفه يومين في السمانه. شكون يخليني نصدق كلامك؟ ها دوك الا صدقتي كلامي راكي كسبتي راجلك، ولا ما امنتينيش تبعيني تشوفي بعينك. يتبعيها تبعيها بس صدقي تبعيها. بعلا ما كاش لي ما يغلطش. تحكيش معايا مالدي بدلتيني قدام الناس. لاص اسمح لي يا بعلا، درت لك حاجة تحبها بزاف. شتت حالشان ولا غير هي بالذات؟ هيا نروحوا للدار. يا عزيزي هيا. قالك اللي جاك وترجاك اقطالو طرف من كساك. نتمنوا أن هذا المشهد نال إعجابكم. أنا نعود نولي البلاتو تاع الليلة وضيوفنا اللي حاضر فيها الفنان القدير شهوة عبد القادر مهدي، يمنى زاهية خطيب، وكذلك عمي توفيق البركة تاعنا اللي رانا راح نواسوا هذا الموسم بلا بيك. بصح معليش، حنا نتمناو لك الشفاء العاجل، وان شاء الله رايحة تكون موسم، رايح يكون موسم خامس معاك ان شاء الله من البداية الى النهاية. لكن جميل اننا نعود نتذكروا في هذه السهرة الافتتاحية يعني المجيء تاعك الى قاعدتنا الجزائرية. كيفاش باش جيت عمي توفيق؟ لو كان تحكي لنا الحكاية للمشاهدين اللي ربما يعني اكيد ما يعرفوش يعني الحكاية هذه. انا يعني قليل الناس اللي تعرفني، انا سوزان برود نرشم يعني الكراكوات القفاطن كذا وليه ومام طون جو برود يعني قال كذا يعني البرود يعني مثلو قال الطبله المجبود الفتله كذا وليه. العلاقه مع كذا عمي جلول بابات سميره نحييوه الله كذا وليه قال كذا قال لي شوف سي يدير لنا كاش حاجه وكذا ولي نعطيه لسميره كذا. درت كذا وصورت لا ليتري سي دي بارور دو درا كذا ولي قال يعني اون بليزيور برودري بليزيور بوان دو برودري وكذا ولي. درت لها كذا في التصور قالت لي نديرو كتاب نديرو ان ريفي تاع كذا ولي تاع اللي سما على الطفله تاعنا كانت تعلم لابرودير في ليكول تاعها سميرة اوت كوتور، وكانت عندها دار النشر لا بلوم الريشه لا بلوم. مالك كدا لي درنا يعني قال كدا جبت لها اسمها درت واحد 24 درناهم وصورتهم وكدا ولي وخرجنا. قالت لي واش تسميه وكدا ولي سميته على الطفله الكبيره هذه كدا ولي سارة. كنت تهضر لنا بزاف على الخياطة وعلى لابغودغي في الطبعات اللي جازوا يعني ربما الناس كانوا يتساءلوا دونك هكذا كيما يقول لك اون لوفي الميستير يعرفوا دو مفيان يعني قال هذا العلم المعرفة لابغودغي. بديت انا يعني قال عطيتها الكتاب وكذا ولي بدينا يعني كذا
صابتني انا يعني فصيح مقصر وكذا ولي والثقافه دائما تقول لي اجي نديروا ايميشن تاع التاريخ تاع كذا تاع كذا اكتب ربي يحتاج هذا تاع رمضان وكذا ولي اول جوستمون بروميير تورناج اول تصوير تاع قعدتنا الجزائريه يعني من 3 سنوات جازو يعني قال اختي بصح ما نتبتش هكذا فريمون كذا جابتني كذا ولي عطاوني كذا نحكي كذا ولي انا يعني هويا هادي افوكاسيون كولينار ليميسيون اون الما لا شان اون الما بصح هادي افوكاسيون كولينار الور كو موا جينيريان لانه الحصه هذه حصه ثقافيه وتراثيه ووليت نتايا من هذيك من اول حصه تاع قعدتنا الجزائريه ولا الضيف الشرفي رقم واحد اللي دائما نهضر هكذا على التاريخ دائما كان معنا عمي جا كان على القصبه نهضروا على البيبان على وتذكر الدومين طبلة تاع الدومين مع عمي الحاج يعني كل مره يعني قال حاجات يعني قال اون ديفلوب يعني حاجات تاع الجزائر القديمه بصح عمي توفيق انت الثقافه تاعك ثقافه واسعه بالبزاف وتشمل يعني العديد والعديد من الميادين منين جاتك كامل هذه الثقافه وهل حطيت هاد كل هذا الميراث لانه حقيقه ميراث لبنتك في التلفزيون مع من نحكي كذا وليه كي نروح يقولوا لي ماتي عمرك ما قلت لنا هذيك الجواب كلهم كنت نقول وما كنتوش تسمعوا كما كامل الاولياء يقولوا ما قلت لنا هكذا عمرنا ما سمعناك تهضر هكذا عمي توفيق يسمع احتاجت لقاعدتنا جزائريه قاعدتنا جزائريه عرفاتك للمشاهدين للجمهور اللي يحبك بزاف ولولادك ولولادي سبحان الله ما والله ما يعرفوني كذا اللي قال يقول لك كيفاش انت على هذه الحكايات عمرك ما حكيت لنا منين تعرف انت هادي وني تعرف هادي الناس براويه يسمعوني ويحبوا غداولي ولاد هادي دائما هكذا في كامل العائلات دائما هما يسانتيراس درو خاطر البراويه يسانتيراس عمي توفيق هذا يعني ماشي غير اظن يعني ماشي خاص بولادك يعني اغلبيه يعني الجيل الجديد اغلبيتهم يعني ناسيين التراث تاعنا وثقافتنا حتى وين راح لبلدان اخرى العين لعين ميزان والقلب للقلب فازع البيب تجلبوا بالحسن وتهربوا بالمواجع يعني لا تقول قدامه حاجة اللي تضره يهرب ما هكذا بصح تجلبوا بالإحسان يعني ما هدرا يعني بإحسان بكذا وكذا هكذا الناس تربت دروق يعني قال كذا شيخو يقول له كذا ولي يقول لك جاز عليه الحال واش يعلمني نار يامدون كل ما عنده احنا تعلمنا عند عليك بزاف عمي توفيق وما زلنا نتعلموا عليك بالبزاف ورايحين نزيدوا نتعلموا عليك ان شاء الله احنا دائما نقولوها مدرسه وموسوعه تاعنا والبركه تاع القاعده ربي يقدرنا احنا دائما نقولوا انه هذا البرنامج يعني هام اننا نقولوا هذا يعني الهدف من هذه القاعده الجزائريه حتى ولو حقيقه قناه سميره في البدايه يعني نقولوا قناه معروفه بالطبخ لكن هي كذلك قناه تحافظ على التراث الوطني واحنا في قاعدتنا الجزائريه حابين اننا نعلموا ربما اجيال واجيال باش كذلك نحميو تراثنا ونروجوه وان شاء الله يا ربي سميره بارك الله فيها ربي يحسن لها مناش لا فولي بريزيرفي دي شوز اللي كانوا يروحوا يعني ينبطروا كي نشوفوا يعني قال كومون كي لا يعني قال كارتي من القصبه يعني قال هوليوديا يعني قال صح. الانسان يفو با الانسان يقول حاجه سهله ودوق هادي حنا نموتوا ولادنا يموتوا وكداولي يبقاو دير وقت تجبد اسمها تعبص تشوف قال يا 200 زاني تسا وكذا كومون كون فيفي كومون كذا وكيفاش كانت المعيشه كيفاش كذا ولي هذه هي هكذا الدنيا الغراره دير للقوم ايوا هكذا الظهر مشتت كل امه يوم حلو يوم ملح ويوم سقوم يقول والله لا ضرني ولا عد بقلبي لا شفيت العدا اللي نظنهم حبابي انا وين ما مشيت انا وين ما مشيتي لي يا ربي حاضر ناظر صرختوا ليا تنصار كم الواحد من الحاسدين يتمنى كربي نحمد الله عمري سعدي من الخير ما خاب يبدل لي الكريم بالراحه تعبي ويرزقني في الحياه الاجر والثواب ويسلط على عدايا الحساب والعقاب ما كترني بحبابي اذا نكون في الخير يضل رسمي سميره
يضل تصمي ويبات مجمعهم مع عمر. هذه في اجد العار عليكم رجال مكناس. هذا القصيد بيت وصيه. شباب شباب بزاف شباب بزاف. نشكروك كذلك شيخنا على بالي ما تحبش نقول لك الشيخ بصح ما نقدرش. لا لا شاعو عبد القادر يعيطوا له شاعو ما يحبش ما يحبش على بالي صح ما نقدرش عبد القادر خلاص هذا ماشي بوالقدادر ولا بوقدادر كاين اسمو عبد القادر شرشام كاين كاين عطلو في التليفون الامو كيفاش يبان بيناتنا لو مو هالو ايش عوتن وانا ايش شرشامن ايش عوتن سما ترابطوا هذه اللي جبدنا يعني انا حابه نقول لك حاجه بالك نسيتها سيغ تكون نسيتها على بالك بلي خدمه الطهاره تاع مهدي إيبا قالوا هادي والله شكون قال لي صافي ديزاني صافي كتم 40 سنه كنت حاب نديرها في هذيك نهار الختانه مع الغاشي تو وما درتهاش شدوني مواليه شدوني عليك باش شغل تقلقت مع الختانه تو كنت حاب نعضك نسيم بيها والله العظيم انا صح وانا الحكايه نعرفها من الناس بالك يخلق الطار بيروح بالك يخلق الطار بيروح علاش العضه تاع الفرح ولا تاع لا لا كنت غضبان باسكو صدروني ولبسوني وما كنتش حاب وانت جابوك وبداو يولولوا وحطوني قدامك صدروني وكي شفتك انت بديت تغني تقلقت صح صوتيت عليك بابا رفدني باش انا بصح هما ما على بالهمش راه صوتيت كنت حاب نعضك قسم بالله مازال من قلبه نعرفوا بالك مازال في قلبي من خسر لو كان عضني تقعد تفكير لا تخاس لا تخاس شاعو سي با ترو طار لا 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 انا في عض لا لا دوك زين هادي ما تخلي هذا حي هذيك الحلقه ما قعدش بها لا لا دوك رانا تشوفنا خلاص راح كلش الحمد لله يفعلي نحكيها لك باش هكذا يعطيك الصحة والله ما تشوفوا تشوفوا يعني بالصح اخلاص دوك صاي ومازال عندي لي كورني تاع الدراجي اللي سرباوهم والله العظيم تخي بيان تخي بيان صحة والله ما ملي تغاجي على كل حال يعني هذه جوست فور لانكدوت وحنا نشكروك شكرا رايحين نختموا السهرة طبعا بصوتك واش راك مجدد لنا الختام أغنية جديدة على كل حال أنا وسمار اللون شابة أغنية جديدة عطاوها لي يعني واحد حبيبي في باري قال لي دي تولمك اللي نسلم عليه هو ستا ميزيسيان هو عطاها لي قلت ولا عطاني كيفاش خدمتها بزاف؟ لا لا غير كيما غير كيما ايه ماشي حاجه هذه بديت زمان نقدروا نقولوا رانا محظوظين لا قريب ايه اون اكسكلوزيف ما غنيتهاش بزاف انيدي فوالا انيدي حنايا مشاهدينا نتمنوا انه هذه السهره نالت اعجابكم طبعا لا نزال مع بعض في هذه السهره الافتتاحيه للموسم الرابع وفي هذا الشهر الفضيل واللي حبيناها كذلك تكون سهره تكريميه لعمي توفيق اللي والفنا حقيقه حنا صعيب بزاف علينا اننا نواسوا هذه القعده بلا به هذه السنه والفنا ثلاث سنوات وخاصة أنا ولفت بزاف يعني قاعد قدامي عمي توفيق يعني خليتني قفة بلا يدين الله يسلمك لا لا إن شاء الله والله حقيقة يعني رفد علينا ربي هذا البلاء إن شاء الله نتمنى ولك ماشي غير ليا حتى البلاء اللي راهو في البلاد يدور إن شاء الله ربي يرفعوا علينا وتعاود تجري لنا المياه المجاريها إن شاء الله ويعاودوا يرجعوا اليامات الملح واليامات تاع كذا ويعاود الفرح والهنا وكذا وليه ويعني ربي يكمد الجراح ويكثر الفرح ان شاء الله كذا وهكذا الدنيا ان شاء الله ان شاء الله عمي توفيق وحنا كذلك نشكروا زهيه زهيه انت اللي راكي تستكلفي بعمي توفيق راكي وحدك معاه انه كيما على بالنا وحتى المشاهدين على بالهم الحجه توفات الله يرحمها ربي يرحمها يوسع عليها دونك كيفاش راكي قاعده مع الوالده كي قاعده معاه في الدار راكي تقدري تخدمي كيفاش راكي نخدم وصافا راني نوفق بين الخدمه والدار يعني لو كان ما هي يعني في الليل الوحده زوج تاع الليل وكذا وليد بات مقابلتني خاطر نطيح كان نجي نحب نوض وكذا وليه ونطيح لازم واجب ويعطيك الصحه يعني بيان سور لازم واجب عمي توفيق طبعا حاجه ماشي سهله لكن يعني كما يقول لك المؤمن يتبلى وهذه هي وان شاء الله الحمد لله والله الحمد لله الانسان كيما عطى ربي يعني قال هو اللي بلا يعف
رانا تحت امر الله وكذا الدنيا هكذا. اما شهر مرض شحال عندك؟ مرت شتي رمضان. ايه رمضان كانت عندي هذيك حبيبه هنا اللي يعني مجزت بها شحال من مره حمراء. كانت هنايا وكذا وليش قلت ولا لا يجي في 40 تاع ماشي 40 فينا تاع واحد راجل بنت خالتي ولا كذا وليه يجي هذا بروفيسور تاع كذا وليه من الفاميليا شافها كذا وليه قال لي ها صح هذه لازم تجوز ليا. قلت انا خلينا منوش جوز ليا ني ترانكيل. عاودنا تلاقينا قال لي عاود كذا ني نقول لك تجوز وكذا جوزت. دار لي رونديفو داروا لي بتيت انترفونسيون شيريجيكال يعني نابلاسيون نحاوها لي داروها في اسما بعتوها لهذيك اللي انا باد صابوها بوزيتيف. قال لك لازم تروح دير ريكتوسكوبي. عييت نداوي عييت ندير العشب عييت سانا ريان دوني. داروا لي دي سيونس تاع راديو ثيرابي اني درت تسمى 27 سيونس بقاو لي زوج ولا كذا وليه. ان توكا حنا نتمناو لك الشفاء العاجل عمي توفيق وحنايا في هذه السهره رانا نكرموك وكامل الناس راهم يقولوا لك بلي نحبوك كامل ان شاء الله ماشي تجي فقط تتمشى وتكون قاعد تجي تجري تعاود انا ولا غير بيهم انا بيه بالناس هذوك يعني بيكم كامل وكذا ولي ما عندي حتى علاقه راني نقول لكم انا ما راني شيرشور ما راني كذا ما راني انسان تاع كذا نعرف يعني واش يعرف العامه واش تعرف الناس كامل العامة هذا التواضع عمي توفيق وشنو أنا جمانتيراس جمانتيراس يعني الحاجة كلمة من المجال وديري في تاعها لما شد لما تنقل يعني سي بار هواية باغامور هذا ما قلنا الله يحسن سورتو أنا والع الأندلس قال تهضر على دحمام بن عاشور بن قرقورة تهضر على كذا وليه فريمون والعنقاء ماشي قال عقلت قعدت مع العنقة يعني قعدت مع سي توفيق قعدت مع العنقة شوية عرفته يعني عندي واحد زوج اسمه مع العنقة يعني لو كان نقولهم يفهم ديمونتير ولا يقولوا لك هاي هاو يخرط هذا وكاش منها وكذا أنا كنت نخدم عند بوشارة دوري ديزلي بوشارة صح يهودي في وقت فرنسا نشفالو هذا باع حانوت تاعو في 62 بحال بوعلى محموده ماشي المينش بوعلى محموده ايوا بوعلى محموده هذا كان في بالكور يبيع القماش هذاك اليهودي اللي كنت نخدم انا عنده كذا وليه ردني شغل في الكونترا قالت له قال له مون ابرونتي هلا رد بالك عليه وبالك تحوزو يعني شغل نريزيلي لك الكونترا لو كان تحوزو كذا يعني مع الكونترا صح قعدت انا نخدم عند هذا مدبعنا زدنا شرينا حنو شرينا خاطر كنت معه شرينا فرو هادي دو ريدي دوش مورا الفوق ري ميشلي كانت فيها فوارة درنا فوارة تاع الحوت الداخل وكذا ويبيع القماش تسمى العنقة يجي تسمى غير باش يسكن في بيرومان يجي يدي هذا بوعلى محمود يسكن في باينم اصلا بني ورتيلان هذا بوعلى محمود بعثوا له البلاد فيول تاع 50 لتر تاع الزيت تاع الزيت عصروا كذا وليه ونص شكاره تاع الكرموس اليابس هذا ابو علم حطهم في الدروج في الحبطه العنقاع عند السويدر في النويدر كذا وليه منين يجي طالع احمو يزقي له احمو ما ديتهمش هاي يقول لهم كذا قعدت هكذاك ما ديتهمش حتى ولات فيها حم ونديهم قال هذا العنق يعني شاهد يعني عطاهم له راح يجري ذاك الوقت كان شونس انفرس تاع هادي ريميشلي راح جاب 204 باشي هذوك 204 ولا باشي حط ستاسيونا حل اسما راح يجيب البيدون وكذا يجي العنق عمل لي قال يا الغزال قال لي يا الغزال لا عاوننا عاون وانا جاب لي ربي كلمه يا الغزال فيها ديكرابي جديد يا كيف تقول لي الغزال انا وانا صغير داخل مانيش غزال قلت له ما نرفدش
كي جابوا على كذا حموده هذا قال له كذا لي قال له ما حبش يعاونك يعني قال له كذا يجي يكتب ربي بابا جاي يطلع عليا عند الباب تاع الحان والعنقاع عرف بابا انا بابا وليد القصبه تاع كذا قال له يا محمد هذا تليك جا شيخ بابا قال له لي يرجع لي قال له علاه غير الخير وكذا قال له شبه المامات عندنا مامات وعمنا كان خارج في العنقه ما يخليش يدخل سيدي عبد الرحمن واحد اسماء العنقه هذا ابو علي محموده يروح للالمان كان يروح للالمان ويجي وكذا يلصق فيه العنقه قال له جيب لي جيتار الكتريك صغيره كذا جيب لي الكتريك من الالمان حموده هذاك ما يجي الجمعه وعاود يولي جابها في اسمال تاعو حبطها لاكاف خلاها في البيرو جيتار الكتريك يجي العنقه كل عشيه يجي واش حموده ما جاش جا ما جا قلت له او جا قال لي لما انا هذيك جابها قلت له جابها راهي لتحت قال لي نروح نشوفوها حبطته لتحت لاكاف حل السنسله حكم لابريز تبعوني مليح لابريز تاع كدا لومبلي لازم لومبلي فيها ثلاثه ويقول لي التوفيق دير لابريز دير يا اخي تاع تريسيتي انا نقول له لازم لا لومبلي والحنقه يقول لي ما يضرب ما يضغط تحب يقول ان ريزون با والله يا وصاني نحكي وهي يا الحاج نقول له لازم لها لومبلي لومبلي برونشيها باش يخرج الصوت يقول لهم يقولوا لها الكتريك هذه الكتريك انا نقول هادو زوج اسماء صاروا يا صلاه كي راك جبدنا على الحاج محمد الله يرحمه ربي يرحمه كان نقيب نقيب اللي يضرب اللي كان معنا نقيب سيد احمد نسلموا عليه قال لي عبد انا كنت عندي لارويت قال لي عبد القادر تزوج لابخي ميجي قال لي حبيت لكم تديني نروحوا لعند الحاج باسكو عندي جبد لي ثاني الزيت عنده بدون زيت باش يديه له قلت له نروحوا معليش باروما لحقنا لتما طلع نقيب قال له مع من جيت؟ قال له جيت مع عبد القادر الشعب ها يا طريب اما نحبط المالاكوف نشوفوا حابط من الطريق يبان دروج تاع الفيلا كيجي حابط الحاج محمد لابس هذاك الشاشيه وطلع اسلم مع عمي الحاج سلمت عليه وانا الله يستر قلت كش ما نقول كلمه ثانيه ما فريتش وبعد قال لي حق فريتها مع جيرانك جاه ربي جيراني كان يقدم صح هذه مع التريق باش رايحين نلقاوت مالاكوف عميد قال لي فريتها حق قلت له يا عمي الحاج هذه غنيه هاتها لي محبوب قال لي معليش هي قلت له فريتها انا كنت زوجت زعما خلاص كنت فريتها قال لي حق على ما تجينيش القهوه لقاوت مالاكوف يا عمي ما نجيش انا تما عمي يقعد تم الله يرحمه وما يلعبوا تما الدومينو من بعد قال لها يا عندك الحق يا وليدي اي خويا نصحي ما يعطيك الصحه قال لي روح بكري كنا ما نقدروش نقعدوا مع مع انا خويا درك ما نقعدش معاه ولا غير خويا الكبير ولا غير عينيا ما نفرجش فيهم للدرك حنا كاع انا تروا فرار هو ومن بعد انا وواحد اخر اللي خدا قلت لك والله لا درك نتحاشموا بعضنا ما كانش الله يبارك فيك مازال الله يبارك الله يبارك انتو كالقصره حلوه بالبزاف معاكم حنا من قبيله تهدرنا على اللغز وهدرنا على الدوزيام انديس وانت يا كنت زدت لنا ثوازيام قلت لنا الفلفل يا درا وشنو هو الجواب تاع اللغز شكون اللي صاب شنو هو لو بلا عمي توفيق صبت انا ما نعرف كومك لا كيسيون ايتي بوزي كاع ما سمعتش قال لك هو عايم في الزيت وما تسلكوه غير الكسره الحميس الشليطه اش قد الشليطه الحميس نو سي سي الاسم باقي يختلف تخلينا هكذاك نقعدوا نسجلوا هي الشليطه يعني الجواب صحيح شليطه ولا الحميس ولا كل واحد كيفاش يعيط لها فلفل وطوماطيش اي ما في زيت الزيتون يعطيك الصحه برافو ميرسي شكرا لك امين الطبقة وهنا دوك انتم نتمنوا انكم صبتوا اللغز الطبق الاول في هذه السهرة الاولى كان سهل بالبزاف ما توالفوش لانه رايحين يكونوا الغاز شويه واعرين على هذا غدوه نتعرفوا على اسم الفائز في الحصه وطبعا فقط باش نذكركم هي اول اجابه صحيحه لك راح نصيبوها على الصفحه الرسميه صفحه سميرة تي في الرسميه على الفيسبوك وهذا الخاتم اللي هو خاتم القاعده مهدى من طرف مجوهرات الامين بوش العلاء
وجاب لنا امين كذلك التحليه بشوكو دادا. يعطيك الصحه امين. يعطيك الصحه. لكن امين جاب شليطه وجاب التحليه، لكن راني نشوفه راح باش يجيب كذلك حاجه اخرى. امين راك تضحك نتاع السحور ياك. هيا تفضل تفضل معايا. حنايا قلنا لكم انه هذه السهره هي سهره تكريميه، وحبينا انه حقيقه يكون تكريم لعمي توفيق. الله يسلمك في هذه الليله. تفضل. ها تاع التكريم. الله يبارك. قناه السامره تي في حبت تكرمك الليله. دونك عمي توفيق اللي هو السيد توفيق خطيب، فوالا هذه الشكر وتقدير من طرف كامل القناة تاع سميرة تي في وكامل الطاقم. ما شاء الله ما شاء الله. وبالخصوص طاقم القعدة. الله يبارك. بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. تفضل. بسم الله بسم الله يعطيكم الصحة. يعني هذا التكريم ليك. الله يسلمك. وقاعدين نخمو واش نقدروا نهديو لك. الله يسلمك. واش نقدروا نهديو لعمي توفيق حقيقة باش نفرحوك ونشكروك على كل هاد البركة اللي جبتها لنا للحصة وكل هاد المعلومات وكل هاد الثلاث سنوات. وقلنا ما كاش حاجة خير من بنتك. الله يسلمك. من زاهية. زاهية لي جورناليست، جورناليزم قرات الصحافة. صح. اعلام واتصال. وزهية الان راهي راكي تشتغلي يعني هكذا ان بو امي طون ك اسيستانت كوميرسيال، يعني ماشي في ميدانك. دونك يعني سميره قررت انه تنضمي الى طاقم سميره تي في، هكذا تولي من ضمن العائله وتولي جورناليست في قناه سميره تي في. وهي شهاده التوظيف. الله يسلمك. يعني هذا قلنا انه يكون حقيقه اجمل هديه، اجمل هديه لي. الله يبارك. ميرسي نشكرها يعطيكم الصحه. ان شاء الله راح نكون على قد المستوى كما يقولوا. اكيد اكيد. ان توكا احنا نقدروا نقولوا لك انه تقدري يعني قاعدي مع عمي توفيق التهي به تهلاينا فيه حتى يبرى وقاعدي في الدار. ان شاء الله ان شاء الله. ومن بعد غير يبرى تعالي ويعني تبداي. هذه قالت لك سميره ما في حتى مشكل. ان شاء الله. ومن اليوم راكي من ضمن سميره تي في. يسلمك تعيش ان شاء الله. حلي لي الباب. ان شاء الله. مرحبا بك. مالك ما تامنيش بزاف. مرحبا بك. يقدر يدي البلايص رابيدمون. ميرسي ميرسي. ما شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. بارك الله فيكم. عليك. الخفافه يا حبي حب الخفاف. واني نشوف الخفاف بالحسل. احنا السهره كانت طبعا للاحتفال. احنا السهره كانت ممتعه. نشكركم كامل لحضوركم. يمنى مشاريع، وشنو هي مشاريعك؟ هذا هو المشروع تاعي. هاد لا روبريك في قاعدتنا الجزائريه راح يشوفوني فيها المشاهدين في رمضان. وكتنيت حصه بلاد الجزائر مع غازيه بهلول، اخراج رحيل عبد الكريم. سينو ابار هاد الزوج برامج في سميره تي في ما درت حتى حاجه الرمضان الاول. ها 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 خليني خليها خليها رمضان الجاي. ها ما يقدرش ما يقدرش يقعد طونكيل. بالك يعضك. ها قلت لك اني داير الفاكس. ان توكا سي ان بليزير لي ديبيوت كارير هنا عند سميره تي في. يعطيها الصحه صيدتني وحطتني في بلاستي. ونذكروا يعني مليح ان نقولوا اول ظهور ليمنى في التلفزيون كان من سنتين على في قاعدتنا الجزائريه مع عمي توفيق. ومع عمي توفيق جستي في الموسم الاول، جستي في الموسم الثالث. ورانا فرحانين انك اليوم عاودتي جيتي بشخصيه يمنى. زهيه نشكركم على الاستضافه ونشكركم ثاني على التكريم هذايا اللي قدمته هنا انا والاب ديالي. ان شاء الله راح نكون قد المسؤوليه وان شاء الله بالك راح ما نقولش لا غوليف بصح راح بالك نقدر نبد شويه واش نمد لكم هو ان شاء الله. وان شاء الله ربي يطول في عمره وربي يخليه لنا موسوعه حقيقه انه مدرسه. الرفدي 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 منه قد ما تقدري. صح. عمي توفيق نعاودو نتلاقاو. انا ما نودعكش. ها لا لا سلامه، لانه ماذا بيا لو كان تكون مليح في سهره العيد تجينا، لو كان تكون مليح في العيد الصغير ان شاء الله. وعلاه لا لا، وانا والله غير في خدمتكم. انا ما عندي حتى علاقه يعني بصح ماذا بيا يعني هاد الناس هاد اللي تسمع لي واللي كذا ولي نكون في المستوى نعطيها واش عندي. وان شاء الله المحبه والاخوه ما بيناتنا ان شاء الله نكونوا كامل متحدين. وان شاء الله الشفاء من عند الله.
ان شاء الله عمي توفيق وعمي شريف وين راه ما شفتوش اليوم بيان سور عمي شريف اللي راكو كذلك بديتو كيف كيف في قاعدتنا الجزائريه. عمي شريف تفضل وين راك؟ عمي شريف تفاصون دايما يدور كنت تصلي ولا كنت راكب ولا تفضل ما شاء الله ما شاء الله. عمي شريف الأستاذ تاعنا الله يبارك البركة ريح بس الخير ريح البركة. حنا كنا حابين كذلك نرحبوا ونقدموا كامل الطاقم تاع هذا الموسم الرابع وكذلك من المفاجآت تاع هذا الموسم عندنا فرقة موسيقية دائمة في برنامجنا قاعدتنا الجزائرية يعني مع اون بو دير دي موزيسيان من ميادين مختلفة من الشعبي موسيقى أندلسية موسيقى غربية مع طارق قادم في قيادة الجوق. شيخنا عبد القادر شاعون خلوك تلتحق بال الفرقة الموسيقية باش تختم لنا هذه القاعدة بصوتك من فضلكم تحية لعبد القادر شعوانة بدوري. نشكر كذلك الطاقم اللي راهو يشتغل ليل ونهار على هذا البرنامج. نشكر كذلك المصممة نورة كوتور اللي رانا رايحين نشوفوا العرض عرض الأزياء بلا نوفيل كوليكسيون تاع نوريا. نشكر كريم أكروف على هذا اللباس الجميل اللي نفتتحوا به هذا الموسم الرمضاني وطبعا على لكل الطاقم اللي ما راكوش تشوفوهم اللي راهم يشتغلوا في البرنامج. نقول لكم موعدنا هذا الشهر في بقادة جزائرية بحلة جديدة كونوا في الموعد. موعدنا يتجدد غدا نفس القناة نفس الساعة. إلى ذلكم الحين واش نقدر نقول لكم؟ اتهلوا في روحكم اتهلوا في مواليكم ما تاكلوش بزاف صحة سحوركم وإلى اللقاء غدا إن شاء الله. العين العين ميزان العين العين ميزان والقلب للقلب فازان العين العين ميزان والقلب فازع قلبي بتجلبه بالحساب قلبي بتجلبه بالحسان وتهربوا بالمواجع أنا وسمار اللون ما عندي فراق معك لو كحل عيون في الممشى أنا وراء أنا وصمار اللون ما عندي فرق معه أنا وكحل عيون في الممشى أنا وراء أنا سنفق الصعيد وري ولي أشدوى وري ولي أشدوى نور عياني سميته العهد اللي عقيده ما نخلف عليه الحبيب اللي حبيته نور عياني سميته العهد اللي عقيده ما نخلف عليه في قلبي خبيته طول ايامي نحضيه انا وسمار اللون ما عندي فرق معاه انا وكحل عيون في ممشى انا وراه يا
صعيبين وريو لي اش دواه وريو لي اش دواه سباب غرامي محبته طول ايامي نجيبو للرصامي كاس الخمرة نعطي اللي لسباب غرامي محبو طول ايامي نجيبو للرصامي كاس الخمرة نعطي نجالسو قدامي ونزيد نغني عليه أنا وصمار اللون ما عندي فرق معاه أنا وكحل عيون فين ما مشى أنا يا ناس الولف صعيب وريولي أشدوى وريولي أشدوى زلان عيون سود وحجبان خدو ورد بالنعمة نسي ربي وعطا حبيبي سيد الغزلان عيون سود وحجبان خدو ورد بالنعمة نسي ربي وعطا يا العالي يا رحمن من كدرو غنجي أنا وسمار اللون ما عندي فرق معاه أنا وكحل عيون فين ما مشى أنا وراه أنا وسمار اللون ما عندي فرق معاه أنا وكحل عيون فين ما مشى أنا وراه يا ناس الحب صغيري الريولي أشدوه والريولي أشدوه يا ناس الحب صغيري وريولي أشدوى كل واحد وعلاقته مع البنا كاين اللي يشوفها طراوة كاين اللي يشوفها زين وحلاوة وكاين اللي يتعب باش يلحق ليها بصح البنا عندها مكونات تاعها شويه حب شويه خبره وشوكولاته كي نختاروهم بعنايه راح نعيشوا لحظات خلينا ننجحوا ونستمتعوا وكل هذا يبدا برغبه في البنا شوكولاته سر ذوق وسعاده